أنا سأسألك فضيلة الدكتور من هو المسؤول وكيف نعالج هذه الظاهرة، لكن دعني الآن أتوجه إليك فضيلة الدكتور. حينما نرى هؤلاء المتسولين ونحن لا نعلم، في الطرقات، في الشوارع، في مراكز التسوق، وما أكثرهم، وما أدري هل هي هذه الظاهرة موجودة فقط في العالم العربي والإسلامي أم في العالم الغربي أيضا موجود بهذه الكثرة، هل يجوز للإنسان أن يعطي الذي يجده في الطريق ويسأله أم لا؟ كيف نوفق كما تفضل الأخ أبو باسم، كيف نوفق بين قول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر؟ ما هو الحل فضيل الدكتور؟ طيب، في عندنا قرائن قد تدل على الاحتيال وفي عندنا قرائن تدل على الصدق، وهذه قضية مهمة ينبغي أن نعتني بها. اثنين، التدقيق في الأشياء، يعني مثلا واحد يحمل لك أوراق، شوف تاريخ الورقة، الاسم الموجود، طابق بين إثبات بينه وبين إثبات الشخصية اللي عند هذا الشخص مثلا، اسأله بعض الأسئلة لا مانع، يعني لا يدخل التوثق، ليس نهرا للسائل، التوثق ليس نهرا للسائل، التحقق ليس نهرا للسائل، بل إن بعض الأسئلة تكشف لك هل هذا فعلا إنسان صادق ولا إنسان كاذب مثلا، والإنسان الذي عنده فطانة يستطيع أن يصل إلى النتائج. لو ما وصل قال والله أنا بعطيه وعلى نيتي، وإذا كان هو محتال الله عز وجل ما يضيع أجري ويعاقبه، لا بأس، ما في حرج. يعني في واحد، في حالة واحد ما توصل إلى نتيجة. وفي فرق بين التثبت وبين النهر والسب، شتم، طرد، لعن مثلا، هذا الأسلوب يعني غير، وقضية التثبت غير. ثم الناس يقرعون أجراس منازل، يجلسون على الأرصفة عند الإشارات، يحملون أوراق صحية، روشتات دواء مزورة، أنت أحيانا تأخذ يقول هذا الدواء أنا ما حصلت الدواء، ثم تكتشف أحيانا تروح للصيدلية في نفس الشارع يقول وهذا يأخذ والله بيبيع علينا، بيجيب اللي يعني ما يعني مرة من المرات قلت له هات تعال معي إلى الصيدلية حتى نشتري لك الدواء، قال لا لا لا, لا أنا شكرا إذا ما تبغى تعطيني. فإذا في يعني بعض الأحيان إجراء واحد، خطوة واحدة إلى الأمام تكتشف بها الحقيقة، ويختلقون أعذار للانسحاب في هذه الحالة. بعضهم يطلب مبلغ يركب سيارة لزيارة مريض في مستشفى، فيقول طيب تعال أنا أوصلك على المستشفى تعال، هو يقول لك الله يخليك عشرة، أعطيني عشرة بس عندي مريض بدي أروح أزوره في المستشفى، يقول له طيب تعال أنا أوصلك سيارتي تعال، أي مستشفى وأي كذا، لا لا شكرا. في بعض الناس يدعي الإفلاس كذبا، يقول أنا عندي صلح بين مين، تصلح بين مين، من هم الأشخاص وإيش السبب ومتى، وين صك المحكمة في الموضوع. فإذا يعني كوني أتحقق منه ليس نهرا له، وإذا وأفوت عليه الاستدرار في العواطف يا أخي، أحيانا بعض مثل ما قلنا قضية تكرار القصة نفسها في المساجد، أو يشيل معه ولد معاق وتحصل نفس الولد، وبعدين أحيانا تعرض بطريقة يعني مضرة. يعني يا أخي الواحد لو عنده حاجة هل يعني عاها، هل طريقة الإظهار هذه بطريقة اليد المبتورة أو شيء من هذا القبيل يعرض لك إياها بطريقة يعني واضح فيها الاحترافية في العرض، ما هو أنه والله يعني على حياء أو على خجل أو مخبي نصفها مثلا، لا. ولذلك يعني أحيانا اكتشف أنه يلبس بعضهم، يلبس يفصل لك من الألمنيوم، يفصل لك مثل البنطلون من الألمنيوم، يدخله يعني في هذا بحيث انه ما يستطيع يثني ركبه، فيقوم امام الناس على عكازات لانه لابس هذا البنطلون، هذا اللباس من الالمنيوم تحت الثوب، فلازم يقوم بالعكاز ويجلس بالعكاز. طيب، فاذا بس رفعت طرف الثوب رايت، وبعد ذلك طبعا تكتشف من هؤلاء. حقيقة في احترافيه فضيل الدكتور كما تفضلت، ساتكلم عن التسوق الإلكتروني أيضا، هذا يعني والتسول عبر الفضائيات، لعله هذا موضوع أيضا معاصر. معي أخ عبد الله من السعودية، تفضل. دام فضلك. ألو. تفضل أخي عبد الله. عندك يا طويل العمر الدولة جزاها الله خير في السعودية تكافح البطالة، بس الوزارات تكف البطالة، وهذا مما يدي إلى الناس تحتد على هذا. يعني واحد يسوي له مشروع ومبتدئ يطالبونه بشروط وقوانين، فذلك الواحد يلجا للتسول يعني ما احد يعقده فيه. طيب. عبد المجيد من الامارات، تفضل اخي عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله.
بالنسبه للاسهم يعني اذا اشتريت انا اليوم اسهم وبعد نفس اليوم او ثاني يوم او بعد اسبوع فيها حرمانيه فيها شيء؟ طيب معي عبد المجيد؟ أنا مضاربة بيقول ما بعرف يعني بدي أفهم هاي مضاربة ولا وخاصة في الشركات الإسلامية يعني. طيب نسمع الجواب، شكرا لك أخي عبد المجيد. مشاهدة الكرام نتوقف مع فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. مرة أخرى في برنامجكم دين ودينا. فضيل الدكتور الأخ عبد المجيد، هل تحب أن تجيبه بشكل سريع أم نؤجله إلى الحلقة القادمة؟ طيب طبعا إذا كان كما يقول أسهم مؤسسات إسلامية شرعية، فإذا باعوا واشترى يعني اشتروا باع في نفس اليوم ثاني يوم بعد أسبوع فلا حرج إن شاء الله تعالى. نواف من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخي نواف، كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم، تفضل. بالله بالنسبة للشيخ، وش التفسير اللي نشوفه بالقنوات الحين اللي هو الشات، هل يعتبر من الموضوع نقاش اليوم أو له تفسير ثاني؟ أنا لم أسمع السؤال مرة أخرى. أقول بالنسبة للشات اللي على القنوات هذا اللي يصلحوا شات ويرسلوا الناس، طيب هل هو يعتبر من موضوع حلقة اليوم ولا لا؟ والله لعله من صميم الحلقة، تسمع الجواب. شكرا لك أخي نواف. فضيل الدكتور، قبل أن يعني نتكلم عن احترافية التسول كما تقول فضيل الدكتور، والآن أسر في أذني أيضا المخرج بأنه تعرض لأكثر من موقف، وهناك فنون فعلا احترافية عالية جدا جدا فيما يسمى بالتسول الآن، التسول عن طريق الإلكتروني، عن طريق القنوات الفضائية كما تفضل أخ نواف، عن طريق الرسائل أيضا المسج جوال والبريد. فضيل الدكتور، يعني اتصالات خارجية يقول لك ربحت معنا وما بعرف إيش إلى هذه، ماذا يفعل الإنسان أمام هذا النصب إذا صح التعبير؟ والله يا أخي لابد أن تقوم هناك جهات احتسابية تحتسب، يعني الاحتساب مفهوم عظيم وقضية كبيرة في الشريعة الإسلامية، لازم يكون في احتساب على المحتالين، احتساب على النصابين، احتساب على الدجالين. ربحت معنا ويعني يحتالون عليهم بالأموال، واتصل وإذا بالمتصل راحت فلوسه في الاتصالات، هذا نوع من النصب والاحتيال. أيضا هؤلاء الشحاذون المحتالون أطفال الإيجار، ويختلف سعر الطفل حسب نوعية العاهة، وأحيانا تصاب بالصدمة يعني من يعني واحد اكتشف أنه السائق والخادمة تبعه هو، الخادمة تطلع بنته من جهة من السيارة تشحد عليها، والسائق يطلع ابنه من السيارة من النافذة يشحد عليه، السواق والخادم تبعه يشحد بالولد والبنت تبعه، وجهات أمنية تكتشف لك هذا معه عشرات الآلاف، وتسول جماعي واستقدام لأشخاص في الحج والعمرة ثم واستدرار عطم مآسي، وأنه أنا من العراق وأنا من فلسطين وأنا مدري من إيش وعندنا مصيبة في البلد، وفي الحج ما أكثرهم. ثم قضية المتسول الكشخة، هذا المتسول يقول أنا سيارة فارهة، يقول ما عندي بنزين، سرقت محفظتي، وأنت هو أصلا يعني ونساء متزينات يفتننا، نساء متزينات متسولات متزينات في الشوارع، يعني منها تروح الفاحشة ومنها قضية، ومثل ما ذكرت قضية عن طريق الهاتف المجاني ورقم المساعدات ومدري إيش واستخدام شبكة الإنترنت وأرسل لي بالله هذا رقم حسابي، لا بكل وقاحة، وهذا رقم حسابي وأرسل لي وأرسائل بريد إلكتروني وإلى آخره. إيش الموقف؟ الموقف لازم يكون عندنا جهات احتسابية تتتبع هؤلاء، يعني هذه هيئة مكافحة التسول أو سواء الأمر معروف والنهي عن المنكر، لأن هذا من المنكر الذي ينبغي تتبعه. يا أخي ما خلوا فرصة للناس المحتاجين الحقيقيين، يعني شوهوا حتى فوتوا الفرصة على المحتاج الحقيقي، وصارت الفلوس المساعدات تروح للناس اللي ما يعني هؤلاء الذين عملوها حرفة، وصار الواحد فعلا يقول خرب هذا على هذا وما عدنا نفط للمحتاج الحقيقي.